العراق يأمل من هذا الاتفاق أن يكون هناك نوع من إبعاد تجليات الصراع الإيراني السعودي عن الأرض العراقية، بل على العكس، مثل ما هو معروف العراق لعب دور كبير في هذا الاتفاق، وكان هناك جولة من المفاوضات معلنة وغير معلنة في بغداد بين الجانب الإيراني والجانب السعودي. العراق يطمح دائما أن يكون جزء من منظومة أمنية إقليمية، ونحن نؤمن يعني في إدارة الملف الأمني بالعراق أنه لا يمكن اجتزاء الأمن والنظر إلى الأمن في العراق كحالة منفردة بدون أن تكون هناك منظومة أمنية إقليمية وبيئة آمنة إقليميا. العراق لن يكون أمنه متكاملا. أضرب مثل واحد، ملف المخدرات. المخدرات تأتي من أفغانستان عبر إيران وتدخل العراق، ثم قسم منها يستهلك في العراق وقسم منها يتحول إلى دول الجوار ومنها السعودية، المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. بدون أن يكون هناك تعاون أمني بين هذه الدول، ويعني وحاولنا أن نطرق الأبواب كثيرا، للأسف الشديد بسبب هذا التجاذب وبسبب هذا الاختلاف لم نتمكن، وبالتالي العراق يدفع ثمن كبير بسبب هذا الملف. وناهيك عن أمور أخرى مثل غسيل الأموال، مثل عصابات الجريمة المنظمة، وحتى داعش يعني تجد لها موطئ قدم في هذه الدول وتأثيراتها على العراق بسبب عدم وجود اتفاق.